أحد أساطير الفن في الجزائر قبل الاستقلال وبعده، جنده الاستعمار الفرنسي إجبارياً في جيشه مثل غيره من الجزائريين سنة 1938 لمواجهة النازيين، فانتقم من الاستعمار بعد ذلك بالمسرح هو المسرحي والسينمائي الجزائري مصطفى كاتب. رأى مصطفى كاتب النور في مدينة سوغراس شرق الجزائر في شهر يوليو من عام 1920. درس الابتدائية بمسقط رأسه، ثم سافر مع عائلته إلى عنابة ومنها إلى عاصمة الشرق قسنطينة من أجل الدراسة، ليستقر بعدها في الجزائر العاصمة. هناك بدأت قصته بالمسرح، حيث التحق بفرقة المطربية التي أسسها أبو المسرح الجزائري محي الدين بشطرزي. وخلال هذه الفترة كتب مصطفى عددا من المسرحيات، وهي ولد الليل، عطيل، الأكاذيب، عدو الشعب، وعنتر بن شداد وغيرها. بحلول سنة 1938 جنده الاستعمار الفرنسي إجباريا في جيشه، فأمضى سنوات في الخدمة العسكرية قبل أن يعود إلى المسرح من جديد عبر فرقة المسرح العربي لمحي الدين بشطرزي، وبعدها أسس فرقته المسرح الجزائري، شارك بها في مهرجانات بالخارج على غرار المهرجان العالمي للشباب عام 1951 ببرلين، ثم بوخارست عام 1953، وموسكو عام 1955. وكانت الثورة التحريرية الكبرى قد انطلقت في هذه الفترة، ودعته قيادة الثورة إلى الالتحاق بها بصفة رسمية، فغادر نحو تونس، وهناك أسس وقاد الفرقة الفنية لجبهة التحرير، فكتب مختلف أعمالها على غرار نحو النور، العهد، ودم الأحرار. فكانت تلك فرصته للانتقام بالمسرح بعد أن جندته فرنسا إجباريا. وبعد الاستقلال عين مديرا للمسرح الوطني الجزائري، وكان وراء إنشاء معهد الفنون الدرامية ومجلة الحلقة الفنية، وله أعمال تلفزية وسينمائية كبيرة وشهيرة جدا، فأخرج مسلسل آسيا للتلفزة، ومثل في أفلام ثورية عديدة. توفي في 28 أكتوبر عام 1989 عن عمر 69 سنة.